تقريبا 7 سنوات احنا نشتغل بيها تعمير كامل، تفصيخ عشاص حداديه وصبغ ودوشمه والمحرك مالتها كله رجعوا بلادها، لازم على البلاد. احنا جروب كلاسيك العراق، نمثل تاريخ العراق، تاريخ العراق بكل شيء مو بس بالسيارات. عندنا باقي المحافظات، كل محافظة تتميز بالتراث مالتها، فإحنا بالنسبة لنا نمثل تراث بغداد وتراث الموصل وتراث البصرة اللي هم يتميزون بهاي السيارات الكلاسيكية.